السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة ولدك موضوع اليوم موضوع مهم جدا بل في كاع المواضيع اللي غادي في هذه الحصة بيان سور موضوع الرضاعة الطبيعية بالنسبة لي هو الأهم الرضاعة الطبيعية تعرفي سيدتي باللي حليب الأم هو ثروة حقيقية قيمتها كبيرة كبيرة بزاف بالنسبة لي حليب الأم هو الذهب الأبيض هو الغذاء الوحيد لحديثي الولادة هو الغذاء الأمثل والأفضل للطفل الرضاعة الطبيعية كما الاسم التحيد يدل هو فعل طبيعي سيتادير أي أنه كل امرأة باغية ترضع الطفل تاعها بالثدي تاعها تنجم تدير هذا الشيء نحن أيضا من أن هذه الرضاعة الطبيعية كانت موجودة من القديم من القديم مهما تبدلت العصور ومهما تبدلت الثقافات والحضارات كانت كاين الرضاعة الطبيعية عند الفراعنة عند الإغريق عند الرومان عند الهنود الحمر في إفريقيا في آسيا قاع رضع أولادهم إذا هي من أقدم الممارسات وأسلمها صحيا بالنسبة للطفل نقنع عرفوا باللي أيضا أن هذا الرضاعة الطبيعية هي حاجة فطرية اللي يشترك فيها الإنسان سور مع الثدييات الأخرى كان دي ريجيون في الموند باغ في الهند في الهند يرضعوا الامهات الاطفال تاعهم مع صغار الغزال لانها من الثدييات مده الرضاعه منظمه الصحه العالميه تقولنا باللي اللي قلنا نرضعوا اولادنا اموا مده ستة اشهر والاحسن كون كملو حتى العامين بصح في الحقيقه ان فتره الرضاعه تاع الطفل متغيره ومشي ثابته هي تعتمد على الام على الثقافة تاعها وعلى البلاد اللي تكون عايشة فيها. مثلا في وسط افريقيا مدة الرضاعة نجم تكملها حتى ربع سنين ونص 53 شهر. معدل بيان سور مدة الرضاعة في العالم يبلغ 30 شهر. ما هو الوضع في الجزائر؟ الوضع في الجزائر كارثي لأن نصف الأمهات غادي أبوندونو، غادي حبسوا الرضاعة الصدر تاعهم 50% عند خروجهم من لا ماتيرنيتي شحال نسبه الرضاعه بعد ست اشهر النسبه سبعة 7% نسبه قليله وضئيله جدا جدا احنا مسلمين وكتاب الله القران الكريم يحثنا باش نرضعوا ولادنا هناك لا يقل على سبع صور سوره البقره سوره النساء سوره الطلاق ليحثون باش نرضعوا الاطفال تاعنا ومش غير القران الكريم ما في السيره النبويه سيد الخلق سيدنا محمد رضعوه ثلاث نساء امه امنه وجاريه عمه ابا لهب فهو اخ بالرضاعه مع حمزه بن عبد المطلب وارضعته ايضا حليمه السعديه ما ننسوش قصة الغامدية الغامدية لرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أجل القصاص تاعها لأنها ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي الزنا أجلها قال لها روحي تطفطمي ولدك عاودي وليلي لي دونك ديننا والشرع تاعنا ما يسحقش وثائق ما يسحقش قوانين لرعايه الطفوله باش يعلمونا كيفاش نرضعوا اولادنا الشرع يحتم علينا ويحثنا باش نرعو الطف... الاطفال باحسن طريقه ممكنه وهي الرضاعه الطبيعيه اذا سيدتي المهمه اليوم هي اني نقنعك باش ترضعي الطفل تاعك شئ هي الفايده الفايده كبيره بزاف ماشي على الطفل فايده كبيره ايضا بالنسبه للام والعائله باكملها نبدو بالطفل ما هي الفايده كما قلنا الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا للنمو تاع الطفل باش ينمو بصحه وبقوه ها هو الغذاء المثالي ها هو الافضل والامثل وهذا للاسباب التاليه اللي تعرفوا بلي حليب الام واجد افيك اون تومبيراتور درجه حراره مناسبه ما حامي ما بارد ديريكتومون تومبيراتور ايديال بيان سور هو جاهز دونك ما نضيعوش كاع الوقت باش نحضروه باش نبريباروه ديريكتومون تبلاسيه لو زانتاه اي بيان سور سيداتي غادي تعطي حاجه فري طازج حتى حليب ما كاين سور لو مارشي الوصفات اللي تعرفوا ايضا بان حليب الام دوما نقي أه؟ بيان سور ستيريل معقم خالي من الجراثيم بيان سور عند الام السليمه مناسب علاش؟ مناسب لانه متغير مع مرور الوقت في الايام الاولى تاع الرضاعه ثلاث ايام حتى ربع ايام حليب الام يكون صفر يكون ثقيل شويه سي في عندنا الباء ها اللباء لو اللي هو تري ريش ها يكون غني جدا بالمضادات الحيويه الحيويه وبالبروتينات وهذا يعاون باش نقل الامعاء تاع لونفو كي خطراش تقول لك جداتها اللي ها نعطوها الخلطه ونعطوه بيع الحشوب باش نقول لهم مصارينا ما يليقش هذا الشيء الحليب تاع الام غادي اسوري هذه الوظائف دونك ما تعطيه لا لا تاي لا تيزانا لا, 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 لا تمر لا والو ما يسحقش بعد ايام ربع ايام بيان سور كي تفوت لا بروميير سيمين غادي يولي الحليب ماتور او الحليب بيان سور الناضج اللي يكون ان بو بلوتي يكون ترانسلوسيد كيما راكم تشوفوا في الصوره يتغير ماشي غير في الوقت يتغير في نفس الرضعه ايضا نعم كما راكم تشوفوا في, ال... في بيان سور في الصوره في بدايه يكون يكون بيان سور يكون فيه الماء بنسبة كبيره او يكون فيه غني باللاكتوز وبالسكريات بالسكريات باش يشبع بيان سيغ الظما تاع لونفون في البدايه ها ينقص من الظما ولا العطش تاع لونفون وفي اخر الرضعه غادي آه يكون غني اكثر بيان سيغ بالدهنيات وبالبروتينات باش لونفون يشبع وبيان سيغ يركض كون شوفوا حليب الام تحت المجهر ولا نشوفوه بيان سيغ اناليزوه شاف فيه الداخل 87% من الحليب تاع الام فيه الماء دونك سيدتي سي با لا الماء في البيبرون ولا في الكاس ولا اكسيتيرا ما يسحقش زياده وفيه ايضا بيان سور بروتينات والدهنيات وفيه الفيتامينات والمعادن او الاملاح المعدنيه اللي يستحقهم الجسم تاعها هل هو كافي نعم سيدتي كافي جدا الام باستطاعتها انتاج حوالي لتر من الحليب يوميا عادي الطفل يشرب حوالي 200 الى 250 مللتر ماكسيموم ما بيان سور في كل وجبه غذائيه هذا الشيء يتغير ايضا اعتمادا على رغبه الطفل وعلى كميه شربه للحليب تعرفوا باللي لي ستوما ديجا في, في الشهر الاول تاع تكون غير صغيره في الايام الاولى تشبه بيان سور حبه الكرز ما تحبات تاع غورجيا كما الحبه تاع المشمش صغيره باش يوصل من يوصل الشهر ترفد برسك 150 مل 150 مللتر كما الحبه تاع سؤال اخر هل حجم الثدي بيان عنده بيان تاثير على كميه الحليب خطا كاين اللي حسب اصدارها كيما ريزرفوار كما يكون كبير كما يكون عنده حليب هذا سي هذا غير الشحم بيان اي امراه مهما كان الحجم تاع الثدي تاعها تنجم ترضع الطفل تاعها شعاع من امراه عندها ثدي صغير نجم ترضع توام وشعام من امراه عندها ثدي كبير ما نجمش ترضع الصغار تاعها كان بيان سور كاين لابور كونتيتاتيف الكميه وكاين النوعيه تاع الحليب ايضا الحليب تاع الام يكفي كاع الطاقه اللي يستحقها الطفل حتى سن تاع ست شهور منظمة الصحة العالمية لوماس تقولنا بعد ست شهور الطاقة ما تكفيش اللي نزيدوا الحليب تاع الأم الماكلة دونك لا ديفيرتيفيكاسيون أليمونتيغ نجمو ناكلو لي بيبي تاعنا باغتيغ دو سي ألو الحليب تاع الأم مهم أيضا باسكو يزيد في نمو تاع الطفل يزيد في البوا تاعه في الميزان في لا في المحيط تاع الراس تاعو اللي تعرفوا بلي البيبي بيان سور يزيد في لو بوا تاعو بيان سور دوبل تاع البوا تاعو مع خمسة شهور ست شهور ويتريبلي يولي ثلاث مرات لو بوا تاع الزياده تاعو كي يوصل السن تاع عام فايده اخرى فايده على المدى الطويل بيان سور اللي تعرفوا بلي الحليب تاع الام يزيد في في الفلاكويتي فيزويل سيتادير في حده البصر تاعه بيان سور الابحاث لنا هذا الشيء لنا ايضا باللي تنفعة بيان سور بيسكو يل كونتيان لو دي اشا ولا لي اوميغا 3 هذو احماض امينيه مهمين جدا في النمو الفكري والنمو تاع الاعيون تاع لي واحد من الابحاث في بولونيا اكدوا لنا باللي الاطفال اللي يرضعوا من اكثر من مده اكثر من 6 اشهر يكون لو تاعهم او معدل الذكاء اكبر اربع مرات من الاطفال اللي كانوا يرضعوا حليب تاع ولا الحليب, الحليب الاصطناعي حاجه اخرى الحليب تاع الام يساعد في الهضم تاع الأنفون ما يهلكش الكلاوي ما يهلكش الكبده ينقص من لي دونك البيبي يرقد خير حاجه مهمه ايضا عنده دور تاع حمايه ماشي يحمي فيه الحليب فيه مضادات للجراثيم وللفيروسات ها المضادات الحيويه هذه تحمي لونفون من بعض الامراض كما كمالاديا. كما لا كما لي الامراض تاع الصدر وهي من الاسباب الاولى لتقتل الطفل في العالم تحميه ايضا باسكو لاسيديتي تاعها تكون قليله تحميه من لو غيتام فيسي ولا كما نقولوا حنايا بالعاميه الجريحه تحميه من امراض اخرى كما لي زاليرجي ها بيان سور اللي يكونوا يرضعوا الصدر تاع الام يديروا موان ديكزيما باغ اكزومبل كو لي بيبي اللي يرضعوا حليب تاع القوتي مرض العصر لوبيزيتي او مرض السمنه بيان سور لي بيبي اللي يرضعوا الام تاعهم بيان سور مده طويله معرضين بيان سور ريسك يكون اقل بالنسبه لمرض السمنه ما كانش كيما ليكيليبر وما كانش غذاء متوازن كيما حليب تاع الام كاين امراض اخرى اللي تحمي منها بيان سور الطفل كيما لو ديابيت باغ اكزومبل مرض السكري بانواعه بيان سور هذا لو بيبي اللي غادي يولي ان ادولت من بعد غادي يولي انسان كبير غادي يدير آه غادي يكون الريسك تاع الكوليسترول الريسك تاع لا تونسيون ارتيريال تاع الكونسير يكون اقل وهذه بيان سور ثبتتها الابحاث لو ام اس تقولنا باللي كون رضعوا اولادنا مده تفوت السنه غادي النقص من نسبه الوفيات تاع الاطفال اللي عندهم اقل من خمس سنين بنسبه 13% كاين فايده كبيره اخرى هي الفايده للام طبعا الفايده للام بالك قبل الطفل لانه لانه غادي تقلل من نزيف الام من بعد الولاده من خلال مساعده الرحم على التقلص تحمي الرضاعه الطبيعيه ايضا وحدها بعض النساء من الحمل مرة أخرى سيت <applause> اون تاخر في عوده الحيض كانت يتاخر في ثلاث شهور كان يتاخر وفي هذه المرحله الام ما تكونش خصبه دونك ما تكونش فيرتيل ما ترفتش الكرش في هذه المرحله فوائد اخرى هذا مهمه في بلادنا تحمي ضد تكرار الولادات غادي تساعد الام على مباعده بين الولادات والتنظيم النسل غادي تساعد الام بيان سور هي مساعده طبيعيه اللي تحميها بيان سور تاخر من ظهور بعض الامراض كما لوستيوبوروز لوستيوبوروز هي تهشش العظام كي نكون العظام تاعنا غادي يرشو دونك اللي الامراض اللي ترضى غادي تاخر من هذا الشيء تحميها ايضا من الكونسير اللي تعرفوا بلي في بلادنا الحاجه الاولى اللي, اللي تقتل المراه في بلادنا هي الكونسير خاصه كونسير بيان سور تاع الثدي تاع الام دونك المراه اللي بيان سور ترضى اكثر من سنه في حياتها عندها الريسك ينقص ب 30% بالمئة بالنسبه للكونسير دو سان وينقص ب 25% بالمئة للكونسير تاع الرحم باغ اكزومبل كثير من الامهات ما يعرفوش باللي ان حليب الام نجمو نحتفظوا به بي. بيان سور اون بو لو كونسيرفي الام كل ما يكون فيها حليب ماذا بيك العيب بتيغلي وتدسيه لا دسيتيه في لابوغ تاع الفريغو سيتادير ا موان كاتر دوغري نجم نجم يقعد الحليب بين 24 الى 48 ساعة من بعد نجبدو نديرو في لو بان ماغي ونعطوه للطفل تاعنا باش يرضع ولا درناه في الكونجيلاتور سيتادير في, في الفريزور ا دو 18 دوغري نجمو نستحفظو به حتى ربع شهور يعني سيداتي تنجمي ما متسافري والحليب تاع الطفل الحليب تاعك تنجمي تخليه للطفل تاعك ما ننسوش بلي عندك حق في هذا البلاد كاين قانون كاين تشريع بيان سور الام عندها الحق في الاجازات الطويله 14 اسبوع ها أه؟ 98 يوم بيان سور اجازه الامومه المدفوعه بنسبه 100% واكثر من هذا عندك ساعات الرضاعه من حقك باش ترضي الولد تاعك عندها حق في الخدمه تاعها باش تابسونتي مده ساعتين في الست اشهر الاولى وفي الست اشهر الاخيره مده ساعه باش ترضع الطفل تاعها هذا شيء مليح مقارنه ببعض الدول كما امريكا اللي تعطي 12 ساعه ولا شيء اقل اه ماذا بينا نوصلوا كما السويد بار اكزومبل 420 يوم او مثل كندا سنه بيان سور بالنسبه للكونجي ماتيرنوتي او عطله الامومه بيان سور الدولة تاعنا اللي تزيد تعطي دير ديزيفور اه بيان سور باش تخلي الظروف مواتية سي خاصة في العمل أو في المرافق العامة باش يكون كاين أماكن أو مواقع بيان سور اللي فيها لانتيميتي تاع الأم ويتنجم ترضى بصفة بيان بصفة سهلة إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا اليوم كان هذا واحد من المواضيع المهمة والمثيره اللي كان لازم عليا نتكلم فيها ننتظر الاسئله تاعكم على موقعنا في الفيسبوك الى الحلقه القادمه ان شاء الله مع السلامه <applause>